السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر نينو. لو أول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. زي ما اتفقنا، سوبر نينو تدبير توفير سهولة. النهاردة هنعمل تخليل البسارية بكل سهولة ومش هياخد مني 5 دقايق ويطلع معاكي ناجح من أول مرة. وهيبقى حلوة قوي وهيعجبك وهيعجب ولادك، وكفاية ان انت هتبقى عاملاه في بيتك وبإيدك وهيبقى مضمون 100%. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف عملنا البسارية ازاي وحضرناها مع بعض ازاي بأقل مجهود وبأسهل وقت. مش هتاخد منك اكتر من دقيقة هكوني محضراها، بس اهتمي بالتكات اللي هتشوفها في الفيديو، وريت تتابع الفيديو للآخر عشان ما يفوتكمش اي تكة. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف عملنا ايه. زي ما انتوا شايفين كده، ده ربع كيلو من البسارية، ربع كيلو مش اكتر. غسلته كويس ونشفته وسبته يتصفى خالص لحد ما نزل ميته نهائي. عندي هنا بقى ايه، عندي ده زيت، دول معلقتين زيت كبار، عندي معلقة من الملح الكبيرة هرمية، عندي معلقة شطة كبيرة برضو. اهم حاجة في البسارية ان هي تكون طازة وتكون مغسولة كويس، وتسيبيها تتصفى كويس جدا 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 وتنزلي المية اللي فيها. الخطوة دي مهمة قوي 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 في التخليل بتاع البسارية، بتبقى حلوة قوي وهي مخلل، وده الموسم بتاعها هتلاقيها متوفرة على طول. بصوا دي انا غسلتها وصفتها، بصوا ما فيهاش مية خالص ازاي اهي. تغسليها كويس قوي وسيبها في مصفة تصفى وتنزل ميتها. بعد كده تبدأي بقى ايه، تاخدي البسارية اهي زي ما اتفقنا، ده ربع كيلو، فعشان كده هحط عليه معلقة واحدة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الشطة، ممكن تزودي بابريكا لو حابة. تمام، هاخد بقى دول كده اهم، احطهم اهم الملح والشطة على البسارية بالمنظر ده، واقلبهم كده الشكل ده كده اهو. طبعا دي كمية قليلة عذرا، دي كمية قليلة فعشان كده ما حطيتش فيها ملح كتير، انما طبعا لو كمية كبيرة هنزود كمية الملح. هبدأ بقى ان انا اقلبها كده اهو، وانزل بمعلقتين الزيت اهو المنظر ده برضو، واقلب كل كده كويس مع بعض بالشكل ده اهو كده اهو. مفيش اسرع من تخليل البسارية والطعم بيبقى حكاية بجد يعني اهو. بصوا كده اهي، اتاكدت ان كله داب عندي اهو مع بعض اهو كده. الزيت ده يجي لمعة حلوة قوي. تمام، هعمل ايه بعد كده؟ هجيب علبة بلاستيك او برطمان، حاجة المتوفرة عندك، واحط مثلا لو هعملها في علبة هحط في كيس التلاجة، هفتحها بالشكل ده. النص اللي تحت ده هحط نص الكيسة الاولاني في العلبة كده اهو، وهنزل بالبسارية اللي عندي اهي كده. هبدأ بقى افردها كده اهي كده بالشكل ده. انا مش بعمل كمية كبيرة عشان انا عندي هنا ما بيحبوش السردين ولا البسارية ولا الحاجات التخليل دي، فبعمل يدوبك على قدي كده اهو كده، فبعمل كميات صغيرة يعني. انت ممكن تعملي برضو كمية صغيرة تجربيها لو حابة. ده انا كنت جايبة نص كيلو بسارية، اخدت النص الاولاني قسمت النص كيلو بقسمه على مرتين، النص الاولاني عملته قليته، والنص التاني قلت اعمله مخلل البسارية بيبقى حلو قوي اهو كده بالشكل ده اهو كده اهو. هفرد بقى كده بالشكل ده بس كده اهي، بقت البسارية جاهزة عندي. عايزة تحطي كركم، عايزة تحطي بابريكا، اي حاجة انت حباها تحطيها، بس انا بفضل الملح والشطة. تمام، هعمل ايه بقى بعد كده؟ هقفل عليها بباقي الكيس كده اهو بالمنظر ده بس كده، واقفل العلبة واحطها في مكان جيد التهوية برضو كده اهو. بس بتفتحي عليها بعد قد ايه بالظبط؟ بعد 10 ايام اقل حاجه، 10 ايام بالظبط عشان تبقى اخدت راحتها في السوى، وما تفتحيش عليها قبل كده
ولا تلمسيها، طالما قفلتيها كده تفتحيش قبل 10 ايام. دي كانت وصفة النهاردة، تخليل البسارية بأبسط طريقة. يا ريت أكون قدرت أفيدكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات، ولو حابين أعمل لكم أي وصفة سيبوها لي في الكومنتات.